سدني سدني بالله عليك، ظهري 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 بالله عليك، سدني سدني ظهري 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 ظهري. السلام عليكم. من اصعب الحركات اللي ممكن تتعمل فيك ان حد يمسكك بقوه بالشكل ده ويجيب رجله في عمودك الفقري جامد كده. اوف انا اسف، ممكن يكسر لك عمودك الفقري بالسلامه. هعلمك دلوقتي وهقول لك ازاي تتصرف في موقف صعب زي ده. طبعا انت العمود الفقري بتاعك بالسلامه، مش قادر، صح؟ حاسس ان انت هتموت. ركز بقى معايا، تهدى وتفكر بدماغك ده تتصرف ازاي. تمام، كل اللي انا عايزه منك دلوقتي انك انت رقم واحد ريلاكس، سيب جسمك خالص. تمام، حاول تخلي رجلك دي مستقيم في وضع المستقيم، هاتها قدام تاني. برافو عليك. بص بقى دلوقتي هتعمل ايه، هتخرج بره مسار جسمه، هتجيب رجلك دي بجانب هنا، يلا ايوه، والتانيه تلفها كده، لفها. الله ينور عليك، شفت اللي انت عملته ايه كده؟ انت لفيت بره مسار جسمه. ايه اللي انا عملته انا يا شباب؟ تعالوا بصوا معايا دلوقتي، في حد عامل معايا الحركه دي؟ بصوا، حاطط رجله اهو وحاسس ان انا هموت. تحاول على قد ما تقدر تكون ريلاكس خالص، ولو هو اتحرك ورا روح معاه ورا، لو اتحرك قدام لازم تمشي معاه. تمام، هعمل ايه؟ هخرج رجلي دي بره كده اهو، والقدم الاخرى تلف سيركل موشن كده. بصوا اللي حصل، وقع رجله، وقعت هنا بقى هو ماسكني. تمام، هعمل ايه بقى؟ هيد بوت، راسي ترجع ورا اهي في بطنه في راسه، اضرب اضرب بركبتي، اضرب ضربات متتاليه، اضرب ضربات ايه متتاليه، ننفس تاني. انا دلوقتي ماشي وحد مسك ايديا وعمل الحركه دي جامد، مش عارف اتصرف. تمام، بحاول احرك طيب ايدي معاه، مش عارف، دايس بكل قوته. وصلت، اعمل ايه؟ رجلي تخرج بره واحد، ثم الف اهو، وقع. تمام، بعدين وانا هنا امسك جامد، وانا وهو ماسكني بقى جامد هنا مثلا، انا عاوز الف له، مش عارف الف له، بس انا هنا نزلت رجله. تمام، امسك جامد، مش عارف اوصل له. طيب بضرب مثلا تحت الحزام، ممكن يسيبني. طب لو انا مش طايل منطقه تحت الحزام، امسك جامد. هنا بعمل ايه بقى؟ استرخي بايدي، امسك جامد، جامد جامد. انا عاوز واحد قوي، اوعى انت، اوعى، انا عاوز واحد فيكم قوي، عصبه ناشف، تعال. لا، ماسك ماسك، لو ماسك بقى جامد كده وانا مش عارف اوصل له بعمل ايه؟ بصوا معايا، احرك ايدي ازاي كده اهي، يمين ها شمال تحت فوق، وقرب منه. تمام، شفت انا بعمل ايه تاني؟ هو ماسك جامد، لو انا حركت ايدي الاتنين في نفس التوقيت صعب اوصل له. بعمل ايه؟ بحرك ايد كده واحده كده اهو، واخش منه جامد. مجرد ما دخلت بقى هنا ها اهو، اهو اضرب، اهو اضرب، او الف وراه بالشكل ده واوقعه، اوقعه، ثم اهاجم. حركه صعبه جدا ان حد يمسكك ويضغط على عمودك الفقري. نشوف ده بشكل عملي، يلا هتدافع نفسك ازاي؟ ها هتعمل ايه؟ هتلف رجلك، ايوه لف الثانيه، برافو.